ناظرين سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے. آج کے سبق میں ہم سورة فاطر کی پہلی دو آیات پڑھیں گے، تو آئیے اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے، سبق ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. لام کو ہلانا نہیں ہے. الحمد لله. فاطر السماوات. فاطر السماوات. والأرض. والأرض. جاعل الملائكة. جاعل الملائكة. ملائكة. جاعل الملائكة. جاعل الملائكة. رسلا أولي. رسلا أولي. رسلا أولي. رسلا أولي. أولي أجنحة. أولي أجنحة. جيم پر قلقلة ہوگا. أولي أجنحة. أولي أجنحة. أجنحة مثنى. أجنحة مثنى. وثلاث ورباع. وثلاث ورباع. 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 وثلاث. وثلاث. ورباع. ورباع. يزيد في الخلق. يزيد في الخلق. ما يشاء. ما يشاء. يشاء کے اوپر بڑی مد ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. ما يشاء. ما يشاء. إن الله. إن الله. إن الله. على كل. على كل. شيء قدير. شيء قدير. یہاں پر اخفاء ہوگا، آواز ناک میں جائے گی. شيء قدير. شيء قدير. مل کے پڑھیے. شيء قدير. شيء قدير. ما يفتح الله. ما يفتح الله. ما يفتح الله. ما يفتح الله. الله كلام باريك ہوگا، اس لیے کہ پہلے زیر ہے. ما يفتح الله. للناس. للناس. من رحمة. من رحمة. من رحمة فلا. من رحمة فلا. یہاں پر بھی اخفاء ہو رہا ہے، آواز ناک میں جائے گی. من رحمة فلا. من رحمة فلا. ممسك لها. ممسك لها. ممسك لها. وما يمسك. وما يمسك. كاف کو ہلانا نہیں ہے. وما يمسك. وما يمسك. فلا مرسل له. فلا مرسل له. فلا مرسل له. فلا مرسل له.
راپور ہوگا فلا مرسل له فلا مرسل له من بعده من بعده من بعده من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم حكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورہ فاطر کی پہلی دو آیات پڑھی آئیے اب انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورہ فاطر کی پہلی دو آیات پڑھی اور بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے